السلام عليكم، كنشكر كثير المتابعين اللي كيتسائلوا على الغياب ديالي. انا راني لاباس الحمد لله، غير كانوا عندي بعض الالتزامات وبعض المناسبات في العائله، والعائله جاوا عندنا مشينا عندهم، وراكم عارفين يعني الساعه اللي كيكونوا عندك العائله ما كيمكنلكش تصوري، لان التصوير خصو التركيز، وخصك داكشي اللي عندك خصك توصله للمتابعين، ماشي غير انديرو فيديو وصافي، لا خصني نوصل الفكره كامله للمتابعين. ودابا ان شاء الله انا رجعت لكم ودرجع ان شاء الله بالجديد، وكنتمنى ان شاء الله نلقى المشاهدين ديالي كلهم بخير وعلى خير، والمتابعين والله يجازيكم بخير. السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نحضر واحد لاصوص كتعطينا واحد الكميه كثيره وكنحتاجوها في عده وصفات، منهم البيض مطيشه، الكفته مطيشه، المعجنات، زعلوكه، تكتوكه، يعني كنحتاجوها في وصفات كثيره. وفي الاخر الفيديو غادي نوريكم الاحتفاظ بها في المجمد، ونوريكم الاحتفاظ بها في الثلاجه. وكنتمنى تشاهدوا الفيديو الى الاخر، والى عجبكم الفيديو خليوا لي جيم او اعجاب، وشاركوه مع العائله والاصدقاء على موقع التواصل باش تعم الفائده على الجميع، وشكرا. الان ندوزو للمقادير وطريقه التحضير. عندنا هنا كيلو ديال المطيشه، عندنا 75 مليلتر ديال الزيت، عندنا الملحه على حسب الذوق، عندي جوج معالق كبار ديال الشرموله، عندنا معلقه كبيره ديال التحميره، معلقه صغيره ديال الخرقوم، معلقه صغيره ديال الفلفل. عندنا الشرموله، عندنا التحميره. المقادير وطريقه التحضير راها عندي على القناه. بالنسبه للمطيشه اللي كنحتاجو لهاد لاصوص، كيف ما بغات تكون، يا قاصحه يا رطبه، واخا تكون مطيشه طايبه كتجي بها زوينه. هنا المطيشه ديالنا ضروري خصنا باش نغسلوها مزيان، وكنديرها هكا في واحد الشبيكه حتى كتقطر. هنا مطيشه كنديرو في الشبيكه حتى كتقطر، كنحلوها هذا ما كنحيدوهالهاش، كنحلوها هكا. هنا بالنسبه لهاد البذور هادو، الا كانت هاد الزريعه هكا غليظه بحال هادي، هادي راه كنحيدوها، والا كانت ديك الزريعه اللي كتكون رقيقه وحمراء ما بايناش، هذيك راه كنخليوها، هذيك كنحيدوها ما كنخليوهاش، يعني هاد البذور ديالها كيتحيدو. هنا كنجيبو هاد الحكاكه هادي اللي كنحكو فيها مطيشه، هاد العيون كيكونوا غلاضين، ماشي يعني ديك الرقيقه اللي كتهبط مطيشه بحال الماء، لا. هنا ما خصناش كاع باش ندوزو هاد القشره هادي، ما خصناش ندوزوها، يعني كندوزو غير لوك د مطيشه. هنا في واحد الاناء كيكون واسع درنا زيت الزيتون، واللي ما عندوش زيت الزيتون يمكن له يعوضها بزيت نباتيه. هنا دابا تنزيدو مطيشه ديالنا، من بعد ما زدنا مطيشه غادي نزيدو هاد الشرموله، تنزيدو التوابل، غادي نزيدو الملحة على حسب الذوق. هنا غادي نغطيو الطاوة ديالنا، ضروري باش نغطيو الطاوة ديالنا، من بعد 15 دقيقة هنا اللي نحل عليها. هنا عاد نحركها، يعني ضروري باش تغطى باش مطيشة ديالنا كطيب لنا دغيا. هنا بالنسبة للنار كتكون نار متوسطة، ماشي مجهدة ماشي قليلة. هنا كنبقاو كنحركوها نوبة نوبة، إلا حتى ما كتبقى لناش كاع الماء في مطيشة. حنا راه ما درناش الماء، ولكن غير الماء ديال المطيشة. كاينة مطيشة اللي كيكون فيها الماء راه خصنا حتى نشفو لنا ديك الماء، هكا راه كنديرو كتبقى غير ديك الزويتة، هانتوما تشوفو الزويتة باينة، هي اللي كتبقى الماء ما بقاش.
هنا صافي لاصوص ديالنا هي واجده، كاين اللي كتوجد على 15 دقيقه، كاين اللي توجد حتى على 20 دقيقه، على على حسب مطيشه واش فيها الماء ولا ما فيهاش. هنا كنخليو لاصوص ديالنا حتى كتبرد، هانتوما تشوفوا القوام ديالها، يعني ما فيها لا ماء لا والو. هنا بالنسبه للوصفات اللي غادي نقدموا بها، كل وصفه كاينه الوصفه اللي نزيدو فيها الماء كثير، كاينه الماء اللي نزيدو قليل، كاينه الوصفه اللي ما نزيدوش كاع الماء في خطره. هنا كنخليو حتى كتبرد، هاكا نفرقوها على الجبنات اللي عندنا. كما سبقني وقلت لكم، هاد لاصوص هذه راه عندها عده وصفات، منهم اللي ذكرت لكم في اول الفيديو، وباقي المزيد كاين العدس، اللوبيا، الملوي، اي حاجه كنخدموا فيها شرموله الا وكندخلوا هاد لاصوص، راها كتجي رائعه وسهله حتى على المتابعين. يعني باش تعكزي تقولي واحد نوض ندير لاصوص عاد باش نوجدها عاد هذا، يعني فاش كتكون عندك هاد لاصوص هذه واجده في المنزل راها كتجيك اي حاجه بغيتي تقدميها الا وكتجيك سهله. بالنسبه لكميه التحضير راه يمكن لكم تحضروا الكميه اللي نتوما بغيتو، ما عليكم الا تضعفوا المقادير. والوقت اللي كتكون مطيشه موجوده ورخيصه، من بعد كنحضروا لاصوص ديالنا وراه كنخليوها حتى كتبرد، وكنديروها في التوبينه الخاصه بالمجمد وكندخلوها للمجمد، راه يمكن لها تجلس لنا حتى شهرين. وفاش كنبغيو الصلصه ديالنا كنجبدوها، كتكون هكاك باقا مجمده، كنهزو غير القياس اللي حنا بغينا، كنهزو القياس والاخرى كنعاوتاني نردوها للمجمد. هنا بالنسبه للصوص اللي غادي نحتفظوا بها في الثلاجه، اما كنديروها في اناء ديال الدجاج او ان كنديروها في اناء الاينوكس كنغطيوها، لا في الاينوكس ولا في الدجاج. هنايا راه يمكننا نحتفظوا بها في الثلاجه حتى لمده 6 ايام، ولكن كتبقى على حسب درجه الحراره ديال الثلاجه. كنحاولوا نحطوها في المكان اللي كيكون بارد بزاف، ان كل واحد فين كتكون عنده البروده كثيره، كاين اللي كتكون الفوق كاين اللي كتكون لتحت، يعني في المكان البارد بزاف ماشي في المجمد، ولكن غير في الثلاجه في مكان يكون بارد. هنا يمكننا نحتفظوا بها حتى لست ايام، فوق ما احتاجيناها كنهزوا غير القياس. وان شاء الله يا ربي دابا نقدم لكم بها عده وصفات بهاد لاصوص هذه. لاصوص ديالنا هي واجده وراها كتستحق التجربه، وهذا هو التقديم النهائي، ونتمنى الفكره تعجبكم وتشاركوها مع العائله والاصدقاء، وما تنساوش تحميل تطبيق كويز الرابعه او مطبخ الرابعه على الهواتف، وبالصحه والراحه.